ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قرأوا هذا التعليق هذا، كيقول الأخ 25 سنة ديال الزواج و 25 سنة وهو كيضرب عليها تمارة، يعني خدام عليها، ولد معها ولاد كبار. أنا كنتأسف لك أخي، أنا كنعرفك مزيان ونعم الرجال في هذه المنطقة اللي كنسكن فيها، وربي إلا خدا منك واحد الشخص خداه منك لأجل سبب ما، ربما عندك أنت الخير أنها وصلت معك لهذه الدرجة هذه. وخويا وما عمرك تربط المصير ديالك بامرأة، ولادك ما غاديش ينساوك، وأنا كنشوف ولدك ديما دايروا بحال الصديق، وربي عوضك الخير يا أخي. لهذا هذا المصير ديال أي واحد كيبغي يجيب المرأة ديالو لهنا لأوروبا، في هذه الدين هذه اللي كنسكن فيها منهم تونسيات والمغربيات والمصريات والسوريات 50% ديالهم كيطلق. إذا كتجيبها لأوروبا عيونها كيتحلو، كتولي كتمشي مع اللي كتبغيه وباغي تعيش معاه، المراهقة اللي ما عشتهاش في بلادها. وردوا بالكم، وهذوك الناس اللي كيتجمعوا في الجرادي كيتجمعوا غير على الكلام الشيطاني، ما كيتجمعوش حبا في الله أو من أجل منفعة، من أجل مصلحة فقط، باش نعرف كيف ندعي راجلي، باش نعرف كيفاش ناخذ الدراري، باش نعرف كيفاش ناخذ الدار، باش نعرف كيفاش ينفق عليا وناخذ له الماندا ديالو. بالنسبة إليا الزواج ولا مشروع فاشل.